بمناسبه الاحتفال بالذكرى المسيره الخضراء المظفره. اليوم هذا عرض في رياضه الكاراتي من تنظيم نادي بيضاول الرياضات بشراكه مع مجلس مقاطعه سيدي بليوت هنا بمدرسه الكاراتي بمركب الرياضي العربي بمبارك، وهي فرصه باش اننا نحتفلوا جميعا بهذه المسيره المظفره ولتجديد فروض البيعه والولاء لجلاله الملك محمد السادس، وللتذكير كذلك بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما قال جلالة الملك نصره الله، وكذلك الاحتفال بالمناسبة الوطنية الأخرى التي سوف تكون في برسم نفس المرحلة اللي هي عيد الاستقلال إن شاء الله المجيد اللي غيكون في 18 نوفمبر. اليوم العرض ديالنا هو عرض في رياضة الكاراتي. الوليدات ديال نادي بيضاوة جاو هنا باش يقسمونا الرياضة ديالنا اللي هي الكاراتي ويقدموا واحد الصورة لساكنة المقاطعة، وكذلك من اجل الاحتفال جميعا بهذه المناسبة الوطنية. سميتي نورا البياضي، عندي 13 عام، كنتريني في هاد لاصال تقريبا 8 سنين، حاصل على لا سانتور او بلو. كنتريني في لاصال ديال نادي الرياضي البيضاوة ديال الكاراتي. واليوم درنا هذا الافتتاح بالنسبه ديال الاحتفال بالمسيره الخضراء. كنت كنتفرج بزاف ديال الفيديوهات ديال الكاراتي وكانوا كيحفزوني بزاف باش نتريني في هذا لاصال. ملي جيت لقيت استاذ عبد الاله واقف حدايا وكان كيداعمني في اي حاجه كنت كنديرها، وكان دائما كيصح لي داكشي اللي كنت كندير، وهذا الشيء داعمني وداعم نفسي ديالي باش نتريني في هذا لاصال. والحمد لله دابا انا غادي مزيان في المسيره ديالي، وان شاء الله كنتمنى نكون حاصل على سانتور نوار، وان شاء الله دابا نطور راسي. سميتي امين اي صالح، في عمري 9 سنين وكنلعب رياضه الكاراتي. لا سانتور اللي عندي في كاراتي طو هو لا سانتور فيغ. جيت لاصال عجبني داكشي وكنت الحلم ديالي تقيدت في لاصال ديال الكاراتي، وبابا جا يحقق لي هذا الحلم ديالي ودخلت الكاراتي الضو ودخلت لو كلوب بيضاو. من بغي نكبر ان شاء الله نكون في عضو من اعضاء في المنتخب الوطني للكاراتي واسالي مشتركه.